بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا أبو نعيم عن عبد الله بن الوليد، وكان يكون في بني عجل، عن بكير بن شهاب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، أخبرنا عن الرعد ما هو. قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا: صدقت. فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه. قال: اشتكى عرق النساء، فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها، فلذلك حرمها. قالوا: صدقت. قال: هذا حديث حسن غريب. حدثنا محمود بن خداش البغدادي، حدثنا سيف بن محمد الثوري، عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال: الدقل والفارسي والحلو والحامض. قال: هذا حديث حسن غريب. وقد رواه زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش نحو هذا. وسيف بن محمد هو أخو عمار بن محمد، وعمار أثبت منه، وهو ابن أخت سفيان الثوري. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب، عن أنس بن مالك قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقناع عليه رطب، فقال: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال: هي النخلة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال: هي الحنظل. قال: فأخبرت بذلك أبا العالية، فقال: صدق وأحسن. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب عن أبيه، عن أنس بن مالك نحوه بمعناه، ولم يرفعه، ولم يذكر قول أبي العالية، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. وروى غير واحد مثل هذا موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير حماد بن سلمة. ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد ولم يرفعوه. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا حماد بن زيد عن شعيب بن الحبحاب، عن أنس نحو حديث قتيبة ولم يرفع. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، أخبرني علقمة بن مرثد قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: في القبر إذا قيل له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي، عن مسروق قال:
تلت عائشة هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض. قالت: يا رسول الله، فأين يكون الناس؟ قال: على الصراط. قال: هذا حديث حسن صحيح. وروي من غير هذا الوجه عن عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا قتيبة، حدثنا نوح بن قيس الجذامي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه، فأنزل الله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال أبو عيسى: وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عباس، وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن حميد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لجهنم سبعة أبواب، باب منها لمن سل السيف على أمتي، أو قال: على أمة محمد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا أبو علي الحنفي عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسين بن حريث، حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أبي وهو يصلي فذكر نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: حديث عبد العزيز بن محمد أطول وأتم، وهذا أصح من حديث عبد الحميد بن جعفر، هكذا روى غير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال: عن قول لا إله إلا الله. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث ليث بن أبي سليم. وقد روى عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس نحوه ولم يرفعه. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أحمد بن أبي الطيب، حدثنا مصعب بن سلام عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ:
إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه، وقد روي عن بعض أهل العلم. وتفسير هذه الآية: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال: للمتفرسين. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا علي بن عاصم عن يحيى البكاء، حدثني عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن في صلاة السحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليس من شيء إلا ويسبح الله تلك الساعة. ثم قرأ: تتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. الآية كلها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم. حدثنا أبو عمار، حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: حدثني أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا، ومن المهاجرين 6 فيهم حمزة، فمثلوا بهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. قال: فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رجل: لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفوا عن القوم إلا 4. قال: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أسري بي لقيت موسى، قال: فنعته فإذا رجل حسبته، قال: مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. قال: ولقيت عيسى، قال: فنعته، قال: ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني الحمام. ورأيت إبراهيم، قال: وأنا أشبه ولده به. قال: وأوتيت بإناءين، أحدهما لبن والآخر خمر، فقال لي: خذ أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته، فقيل: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا، فاستصعب عليه، فقال له جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه؟ قال: فارفض عرقا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ولا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا أبو ثميلة عن الزبير بن جنادة عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه:
فخرق بها الحجر وشد به البراق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن مالك بن صعصعة وأبي سعيد وابن عباس. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد قرشي كوفي حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال: تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار. قال: هذا حديث حسن صحيح. وروى علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا بذلك علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش فذكر نحوه. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه 60 ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم أتنا بهذا وبارك لنا في هذا، حتى يأتيهم فيقول: أبشروا، لكل رجل منكم مثل هذا. قال: وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه 60 ذراعا على صورة آدم، فيلبس تاجا فيراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من شر هذا، اللهم لا تأتنا بهذا. قال: فيأتيهم فيقولون: اللهم اخزه، فيقول: أبعدكم الله، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن. حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن داود بن يزيد الزغافري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سئل عنها قال: هي الشفاعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وداود الزغافري هو داود الأودي ابن يزيد بن عبد الله، وهو عم عبد الله بن إدريس. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح
وحول الكعبة 360 نصبا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بمخصرة في يده، وربما قال بعود، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال: هذا حديث حسن صحيح. وفيه عن ابن عمر: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة، فنزلت عليه: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل. فقال: سألوه عن الروح. قال: فسألوه عن الروح، فأنزل الله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا: أوتينا علما كثيرا، التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأنزلت: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر، إلى آخر الآية. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم: لو سألتموه. فقال بعضهم: لا تسألوه، فإنه يسمعكم ما تكرهون. فقالوا له: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع رأسه، فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا الحسن بن موسى وسليمان بن حرب قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة 3 أصناف: صنفا مشاة، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. قيل: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روى وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون رجالا وركبانا ويجرون على وجوههم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود ويزيد بن هارون وأبو الوليد، واللفظ لفظ يزيد والمعنى واحد،
عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله. فقال: لا تقل نبي، فإنه إن سمعها تقول نبي كانت له أربعة أعين. فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه عن قول الله عز وجل: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تسحروا، ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تفروا من الزحف. شك شعبة: وعليكم يا معشر اليهود خاصة لا تعدوا في السبت. فقبلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبي. قال: فما يمنعكما أن تسلما؟ قالا: إن داود دعا الله أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا سليمان بن داود عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولا تجهر بصلاتك. قال: نزلت بمكة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سبه المشركون ومن أنزله ومن جاء به، فأنزل الله: ولا تجهر بصلاتك، فيسب القرآن ومن أنزله ومن جاء به، ولا تخافت بها عن أصحابك بأن تسمعهم حتى يأخذوا عنك القرآن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فكان المشركون إذا سمعوه شتموا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله لنبيه: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك وابتغ بين ذلك سبيلا. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن مسعر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: قلت لحذيفة بن اليمان: أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس؟ قال: لا. قلت: بلى. قال: أنت تقول ذاك يا أصلع؟ بما تقول ذلك؟ قلت: بالقرآن، بيني وبينك القرآن. فقال حذيفة: من احتج بالقرآن؟ فقد قال سفيان: يقول فقد احتج، وربما قال أفلح فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال: أفتراه صلى فيه؟ قلت: لا. قال: لو صلى فيه لكتب عليكم فيه الصلاة كما كتبت الصلاة في المسجد الحرام. قال حذيفة: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدابة طويل الظهر ممدود هكذا، خطوه مد بصره،
فما زايلا ظهر البراق حتى رأيا الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع، ثم رجعا عودهما على بدئهما. قال: ويتحدثون أنه ربطه، لما؟ أيفر منه؟ وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. قال: فيفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون آدم فيقولون: أنت أبونا آدم فاشفع لنا إلى ربك، فيقول: إني أذنبت ذنبا أهبطت منه إلى الأرض، ولكن ائتوا نوحا، فيأتون نوحا فيقول: إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقول: إني كذبت ثلاث كذبات. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله، ولكن ائتوا موسى، فيأتون موسى فيقول: إني قد قتلت نفسا، ولكن ائتوا عيسى، فيأتوا عيسى فيقول: إني عبدت من دون الله، ولكن ائتوا محمدا. قال: فيأتونني فأنطلق معهم. قال ابن جدعان: قال أنس: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد، فيفتحون لي ويرحبون فيقولون مرحبا، فأخر ساجدا، فيلهمني الله من الثناء والحمد، فيقال لي: ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع، وقل يسمع لقولك. وهو المقام المحمود الذي قال الله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال سفيان: ليس عن أنس إلا هذه الكلمة: فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أبي نضرة عن ابن عباس الحديث بطوله. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب بني إسرائيل ليس بموسى صاحب الخضر. قال: كذب عدو الله. سمعت أبي بن كعب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: أي ربي، فكيف لي به؟ فقال له: احمل حوتا في مكتل، فحيث تفقد الحوت فهو ثم. فانطلق، وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون، ويقال يوسع، فجعل موسى حوتا في مكتل، فانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة، فرقد موسى وفتاه، فاضطرب الحوت في المكتل
حتى خرج من المكتل فسقط في البحر. قال: وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق، وكان للحوت سربا، وكان لموسى ولفتاه عجبا. فانطلقا بقية يومهما وليلتهما، ونسي صاحب موسى أن يخبره. فلما أصبح موسى قال لفتاه: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى: ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا. قال: فكانا يقصان آثارهما. قال: قال سفيان: يزعم ناس أن تلك الصخرة عندها عين الحياة، ولا يصيب ماؤها ميتا إلا عاش. قال: وكان الحوت قد أكل منه، فلما قطر عليه الماء عاش. قال: فقصا آثارهما حتى أتيا الصخرة، فرأى رجلا مسجى عليه بثوب، فسلم عليه موسى فقال: إني بأرضك السلام. قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: يا موسى، إنك على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. فقال موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال: نعم. فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة فكلماه أن يحملوهما، فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول، فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها؟ لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم خرجا من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل، وإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله. قال له موسى: أقتلت نفسا ذكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: وهذه أشد من الأولى. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، يقول مائل. فقال الخضر بيده هكذا فأقامه. فقال له موسى: قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك،
سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأولى كان من موسى نسيان. قال: وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر، فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. قال سعيد بن جبير: وكان يعني ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان يقرأ: وأما الغلام فكان كافرا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: سمعت أبا مزاحم السمرقندي يقول: سمعت علي بن المديني يقول: حججت حجة وليس لي همة إلا أن أسمع من سفيان يذكر في هذا الحديث الخبر، حتى سمعته يقول: حدثنا عمرو بن دينار، وقد كنت سمعت هذا من سفيان من قبل ذلك ولم يذكر فيه الخبر. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة، حدثنا عبد الجبار بن العباس الهمداني عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت تحته خضراء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل الجزري وغير واحد قالوا: حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن يوسف الصنعاني عن مكحول عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وكان تحته كنز لهما، قال: ذهب وفضة. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد عن يزيد بن يوسف الصنعاني عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. حدثنا محمد بن بشار وغير واحد واللفظ لابن بشار قالوا: حدثنا هشام بن عبد الملك، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي رافع من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السد قال: يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا، فيعيده الله كأشد ما كان، حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله، واستثنى. قال: فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه، فيخرجون على الناس فيستقون المياه ويفر الناس منهم، فيرمون بسهامهم في السماء
فترجع مخضبة بالدماء، فيقولون: قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قصرا وعلوا. فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيهلكون. فوالذي نفس محمد بيده، إن دواب الأرض تسمن وتبطر وتشكر شكرا من لحومهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا. حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قالوا: حدثنا محمد بن بكر البرساني عن عبد الحميد بن جعفر، أخبرني أبي عن ابن ميناء عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري، وكان من الصحابة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو سعيد الأشج ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران، فقالوا لي: ألستم تقرؤون يا أخت هارون؟ وقد كان بين عيسى وموسى ما كان، فلم أدر ما أجيبهم، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم؟ قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة. قال: يؤتى بالموت كأنه كبش أملح حتى يوقف على السور بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، فيضجع فيذبح، فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة فيها والبقاء لماتوا فرحا، ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها والبقاء لماتوا ترحا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا الحسين بن محمد، حدثنا شيبان عن قتادة في قوله: ورفعناه مكانا عليا. قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة. قال: وفي الباب عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذا حديث حسن، وقد رواه سعيد بن أبي عروبة وهمام وغير واحد عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المعراج بطوله، وهذا عندنا مختصر من ذاك. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا
أكثر مما تزورنا. قال: فنزلت هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك، إلى آخر الآية. قال: هذا حديث حسن غريب. حدثنا الحسين بن حريث، حدثنا وكيع عن عمر بن ذر نحوه. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي قال: سألت مرة الهمداني عن قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، فحدثني أن عبد الله بن مسعود حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم، فأولهم كلمح البرق، ثم كالريح، ثم كحضر الفرس، ثم كالراكب في رحله، ثم كشد الرجل، ثم كمشيه. قال: هذا حديث حسن، ورواه شعبة عن السدي فلم يرفعه. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة عن السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود: وإن منكم إلا واردها. قال: يردونها ثم يصدرون بأعمالهم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن السدي بمثله. قال عبد الرحمن: قلت لشعبة: إن إسرائيل حدثني عن السدي عن مرة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: وقد سمعته من السدي مرفوعا، ولكني عمدا أدعه. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه. قال: فينادي في السماء، ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: إني أبغضت فلانا، فينادي في السماء، ثم تنزل له البغضاء في الأرض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: سمعت خباب بن الأرت يقول: جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: لا، حتى تموت ثم تبعث. قال: إني لميت ثم مبعوث؟ فقلت: نعم. فقال: إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال: لأوتين مالا وولدا، الآية. حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش نحوه قال: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا النضر بن شميل، أخبرنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر أسرى ليلة حتى أدركه الكرى أناخ فعرس، ثم قال:
يا بلال اكلأ لنا الليلة، قال فصلى بلال، ثم تساند إلى راحلته مستقبل الفجر، فغلبته عيناه فنام، فلم يستيقظ أحد منهم، وكان أولهم استيقاظا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أي بلال؟ فقال بلال بأبي أنت يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا، ثم أناخ فتوضأ فأقام الصلاة، ثم صلى مثل صلاته للوقت في تمكث، ثم قال أقم الصلاة لذكري. قال هذا حديث غير محفوظ، رواه غير واحد من الحفاظ عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن أبي هريرة. وصالح بن أبي الأخضر يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه.